يحدث أنه يصرى لك خلاف مع شخص عزيز عليك ويعني لك بزاف في حياتك، مع والديك، ولادك، خاوتك، زوجك، ولا حتى صاحبك. هذا الخلاف يقدر يكبر ويتعقد، كما يقدر يصغر ويتحل إذا لقيت اللي يتوسط بيناتكم ويهدي النفوس، يقول لكم انساو اللي فات واللي فات مات. إذا عندك حكاية حاب تحكيها، عندك شخص عزيز عليك حاب تعاتبه، حاب تصالحه، حاب تطلب منه سماح، ولا حتى تكرمه، ما عليك غير تبعث لنا SMS على هذه الأرقام، فيه اسمك، لقبك، والولاية ديالك.